السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم زالا تي في. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم شارلوت اوف فريز، اسهل طرطه ممكن ديروها بالفراوله بدون فرن. سهله في تحضيرها، فقط مراحل لازم تتبعوها، وكتجي لذيذه ومنعشه، خصوصا يعني في هذا رمضان كما تعرفوا، يعني الواحد يحب هكا شي حاجه اللي تكون منعشه. ندوزو مباشره للتحضيرات. بالنسبه لهذه الوصفه غادي نحتاجو الكاس حليب وعلبه شونتيه او لاموس، علبه فخوماج فخي وفواكه وبسكوي بودوار. بالنسبه للسيرو اللي غادي نغطسو فيه لي بودوار، انا عملت شويه فريز وسكر وماء وشويه الحامض، قطعه حامض. صافي غادي ندوز نغطس هذا البسكوي، يعني انا غنغطس غير الجزء السفلي ديالو في السيرو اللي عملت، وغادي يعني نوقفه في المول. بالنسبه اللي عنده المول كبير ممكن يحتفظ به كامل، يعني بلا ما يقطعه، وبالنسبه اللي عنده صغير ممكن يقطعه. انا هنا نقطع له داك الجزء السفلي ديالو وباش يرسل حتى في المول. صافي، ومن بعد عاد ندوز باش نحضر لاكريم. كما قلت لكم هذه الوصفه يعني سهله جدا وكتجي لذيذه كتحليه في رمضان هذا، وحتى يعني بالنسبه للدراري الصغار كما كتعرفوا كيعجبوهم هكا لي طاخت بالفواكه، يعني لي طاخت سريعين بحال هذا بحال هذا الشكل هذا. المهم انا غادي نحضر دابا لاكريم ونرجع لكم. من بعد ما طلع لي لاكريم، دابا غادي نضيف عليه داك الجبن، يعني ممكن تعوضو حتى بالماسكاربون كيجي زوين في المذاق. صافي، المهم غنكمل هكا، غنعاود نضربو حتى كيعقد، بعد غنضيفو المول. كما شتيو يعني الكيكه مخدات معايا ميم با 10 دقائق، هي وجدات. هنايا بالنسبه للفواكه ما ديروهم حتى تبغيو تقدموها، باش كيبقاو الفواكه يعني فاش كتدخلوهم الثلاجه بحال كيلواو وكيطلقوا داك الماء، يعني من الاحسن حتى تقدموها عاد ديروا لها الفواكه. صافي، بالنسبه للزين كيبقى اختياري كل واحد، وممكن تزينوها باي فاكهه عندكم. هو البسكوي هذا مع ديك لاكريم كيعطي واحد لوكو صراحه زوين بزاف. المهم غنكمل التزيين وديك الساعة ونشوفوا الشكل النهائي ديالها. من بعد ما خرجت الكيكه من الثلاجه، دهنت دوك الفواكه بشويه ديال الناطاج باش كيعطيو داك لابغيونس كما كتشوفوا. كنتمنى هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو مع الحباب والصحاب. ولا عجبو لا فيديو ما تنساوش ديروا ليا لايك، وفي امان الله والسلام عليكم.